تخرب جلستنا بدأت تخرب تكفى. على طاري الاعتقادات، تعرفون الاعتقادات؟ نعم ما اعتقد. وش كان اشهر الاعتقادات عندكم قبل؟ كيف يعني؟ كيف يعني؟ مثلا على سبيل المثال الاعتقاد كان مبطي، اذا واحد انقلع سنه يحذفه يقول اها عرفت عرفت إيه 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 إيه. وش كان فيه؟ انا بعلمك، انا من النوع اللي كانوا يقولون لا انكسر سنك لا رقدت حط السن تحت المخده تطلع تلقاه دراهم. لا انا من الناس اللي اكسر سن اذا طاح سني اطش جهاز الشمس واقول يا رب خذ سن حمار وعطني سن غزال. يعني انا احط نفسي حقيقي والله غيره من الاعتقادات. لازم خذ سن حمار. لا هذه ما وصلت الا هذه والله كنا نسويها. هذه انا اسويها. اعتقاد خاطئ. خاطئ لكن شر الوليه مو يضحك. طيب اذكر انه صدق تاخذ سنك انكسر. طبعا كيف كانت الخلع؟ يربط بخيط بالباب، بعضهم بالباب بعضهم لا يتلت. لا والله في الباب ولا يجي ابوي ياخذ راسي كذا ولا لا امي لا 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 خشمك كبير تكفى. لا اي بالله صح خشمك كبير من تحت مره. طيب طيب ايوه نواف ها كمل ما عليك أكمل. طيب إيه؟ عندك يطلع عمر السلامة اذا شفت شهاب نازل تمنى امنيه. هذه في الافلام. هذا خطا. هذه في الافلام وما يصلح. ما يصلح صح؟ لا ما يصلح لان تتابع افلام. واضح انك تتابع افلام. حياتك كلها افلام. حياتك كلها افلام مسلسلات افلام مسلسلات افلام مسلسلات. وش انجزت في حياتك؟ اقول لكم شيء يا عيال. انجزت اني عرفتك. يعافيك الله. الله يسلمك. اكتفي بالموضوع. على طاري الاعتقادات انا قد قابلت اغرب اعتقاد كان عند واحد اقسم بالله يا عيال. انه يعلمني شخصيا. وش الاعتقاد؟ ضحكت لدرجة غريبة. وش هو ضحكت الحين؟ هو عمره يمكن في 40 50. يسلم. يقول سلطان ماتوا اثنين من اخواني. الله يرحمه. كنت اضحك الحين. هو الصدق شوف. محزن مضحك ابي اعلم مدري يقول جد مضحك ازعجك مضحك المبكي. يقول امي صارت تطلع غداء يجينا عصفورين يقول تقول لي ذول اخوان اي شوف الاعتقاد طبعا خاطئ هي عادي ذكر الاعتقاد ترى عادي يمكن هذه بتشك كان يذكر الصنم اللي يحطه من تمر وياكله وكان يضحك ويبكي يحزن انها ايام جاهليه ويضحك انه يقول اذا جعت كلت الصنم اللي كنت اعبده. هل هو يقول رجال يقول ماتوا الاثنين اخواني يقول صغير يقول عمري 5 6 قالت امي ذولي اخوانك صدق كل يوم نطلع لهم غداء. قلت يما اخواني كيف صاروا؟ قالت ارواحهم صارت في عصافير وصاروا يجون عند البيت ياكلون ويشوفون اخبارنا ويروحوا. يقول والله يا عيال لدرجه ان حطينا الغداء يقول اعتقاد قديم يقول ما ادري من قالها. قال تراهم يصيرون طيور من طيور الجنه ويجون هم ماتوا وهم صغار فهي فكرت الطيور انهم الطيور ذي. يقول لا حطت لهم الغداء تشوفهم يتغدوا. يقول عسفي يقول تبكي امي لانهم من اخواني. استغفر والله يا يقول جاء ذاك اليوم والله ودي يقول انا اشتري اسمع يقول انا اروح يقول انا اشتري عرفت النبيله هذي نبيطه انت تسمونها نبيطه نطب اخوان يقول انا شمها اسمع من الطيبه احنا نسميها نبيله نبيطة. إيه شراها الرجال. يقول رحت للمزرعة يقول أدور طيور. يقول أدور يدور أخوان لا يدور يبي يصيد. قبل كان في صيد. يقول المهم يقول أدور كل ما أبي أصيد لي عصفور أخطيته كل ما يقول لازم من قريب. يقول أحط حصى كبيرة حجر ذا حيد كلنا جربناه. يقول المهم أدور يقول أجي راجع البيت الشمس صافقت. يقول على رجعتي لأمي حاطة الغداء لأخواني ذول الطيور. يقول اقرب يقول امي راحت تركض. يقعد افكر اصيد اخواني ابدا رايق هاي خليني اصكهم اخواني نلعب شوي. يقول انا اتمسس يمزح مع اخواني. يقول انا عبط منهم على جنبهم اثنين وش صار؟ امي مش صار ازعل. يقول اخذهم على القز. يقول امي يوم قامت اسمع لا ليه اسمع. يقول لما يوم قامت يقول قامت من النوم لين يشوي ذولي حرام عليك شوف اتفقتوا انتم اوقف القصه اوقفها غير غلط 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 حلو. يقول يوم جيت لاني اشوف اخواني اخوانك وين قلبك يا ولد؟ اضرب الله وين قلبك؟ يقول رؤوس العصافير وانا اكل قلت اخوانك والله يا عيال. يقول لهم عاد جاء نقاش ودربوي قام دربوي قال اصلا هذا اعتقاد خاطئ مستحيل اصلا يصيرون طيور في الجنه ما طيور في الدنيا.
فاكتشفت انا قال دخل الثلاجة. اكتشفت انه اعتقاد كان عند ناس ان الواحد اذا مات يصير عصفور يجي للبيت ويطير، عرفت؟ هذه اعتقادات خاطئة، اعتقاد خاطئ جدا جدا جدا. بالعكس انا اعتقادي حق الدراهم اطلق يعني بواجد. وش حق الدراهم؟ اللي هو السن اللي كسرته وطاح. طيب هل لقيت دراهم؟ لا والله لقيت سني نفسه بس يبس. والله انت المفروض ما تقول. انت تحاول تفكر. انت توقع انت صغير ما كنت تقول يا رب هاك سن حمار اعطني سن غزال، كنت تقول هاك سن غزال اعطني سن حمار. جالس سنونك سنون حمير، سنون كبار يا ولد والله العظيم كبار. انت ايش تتغذى؟ النجر يا ويلي النجر. تعرف الكلام الاخضر ذاك مربع عان شلونك؟ ايه قوم سعد وانا بهرق عني بس تعرف هذا المغرب بنقوم. لا باقي والله تكفى يا عبد الله. تقول انا بغسل. يلا قوموا يلا يشتغلوا عيال. يلا قوم عليكم. الله يبارك فيكم، والله يسعدكم، والله يجزاكم. سعنوني قوم. والله ما تشرب ان شاء الله، والله ان شاء الله ما تشرب. جغمة. والله ان شاء الله ما تشرب. انت عقلتني في قهوي ما في شيء في يدي الا تاخذه. طيب اعطيك والله اني قروشني. الله يقروش العدو. ايش فيك ترسل لنا؟ ادري انا طغى لو سمحت. طغى عصومي. ما فيكم عصومي طغى اول بالراوش كان شعره في وجهه. معليش وليد معليش والله معليش. ما فيكم يا ولد ينمو هو مش هيعنزني ما ادري كيف ينمون والله العظيم. صب لك ولا ما يحتاج. لا ما اريد. اشوف انك ما تريد. على حسبي وداك كثر يا ولي المطولك. يا ولي المطولك خذ والله انك عله. والله انك عله يا بيرجعها الحين نفس كل مره. ما احس انه حالي. يا ولد خذ حط سكر. الله يقطع بيشك. شو اسمه؟ سكر سكر مكر. ها سكر هو اللي هو ما بع. اعطي ما بع بيمناك. هذا هو ايش ذاك؟ خلاص ما ابي اذلك. خذ عطني ما عطني ما عطني خذ يمناك. باكل علاج. ما تفرق انت يا عيال. الهيل وينه؟ ما تعرف الهيل؟ ما لقيته. ما تعرفه؟ خلاص قهوتك ما تبي تزين. لا والله نزين. ترى قهوتك امس قهوتك صارت وذا اليوم ذي نمى هاي الحو. يا عيال ما ينشرب مالكم، مالكم جراثيم وملوحه. حط الكاميرا انت. لا انا اضرب سكريبت.